مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج البلاد اليوم والذي اسعد فيه باستضافه الوزير الاسبق للسياحه ونائب رئيس حركه البناء الوطني سي عبد القادر بنغرينه مرحبا بك. اهلا بك استاذ نناقش في هذه الحصه يعني تشريعيات لي انا نقترب من موعد 4 ماي وانتم دخلتوا في تحالف مع الشيخ جاب الله ومع حركة النهضة يعني قبل ما نحكي على حزبكم وعلى تحالفكم وعلى حظوظكم كيف تقيم سي عبد القادر أنت دائما عندك رؤية ولو شوية تبتعد شوية على يعني رؤية شوية موضوعية الحملة الانتخابية ما تحسش بلي كاين عزوف انتخابي كاين برودة كاين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم شكرا لك استاذ انس على هذا الاستضافه الكريمه وفي الحقيقه هذا بيتنا وحنا نفرح ونبتهج ان في مقدمه القنوات قناه قناه البلاد ومجموعه من القنوات الاخرى شقيقاتها في الجزائر أن تثبت وجودها و تكتسب شارع معتبر وقبل خمس سنوات كان الجزائريين يلتقطون في كثير من الأحيان الشاشات الأجنبية التي لها وبدون شك يعني أجندات خاصة بها الحمد لله الآن أصبحت أصبح المشاهد الجزائري مرهون الشاشة الجزائرية الحرة والتي لا تمتلك إلا أجندة وحيدة وهي صحيح. الأجندة الوطنية. الجزائر سباقة إلى فتح الساحة في المجال الديمقراطي وسباقة إلى فتح الساحة في المجال الحريات وسباقة إلى فتح المجال في المجال الإعلامي. الا للاسف الشديد لم تستطع بعض الذهنيات ان 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 تتصرف تجاه الساحه السياسيه وحتى الساحه الاقتصاديه بعقليه الدوله وانما في كثير من الاحيان تتصرف بعقليه الشامبيط وبعقليه السلطه الاحتكاريه. مما يجعل في كثير من الأحيان الشعب الجزائري هبت رجل واحد في الانتخابات سنة 95 ونفس الشيء في سنة 97 ونفس الشيء في سنة 99 والتي تلتها لكن في كل مرة يجد الناخب الجزائري أن أداة التغيير عن طريق الانتخاب أصبحت غير فعاله يعني شكليه وأصبحت كما تفضلت استاذ انس شكليه نعم. هذا الامر ربما الذي ادى الى العزوف ثم الامر الثاني في اعتقادي ان بعض العقليات التي سيرت الحكومه همشت عن طريق التعليمات الاداريه لولاة البلاد وللاداريين ولبعض من الطاقم الحكومي همشت المهمة الشعبية للناخب في البرلمان فأصبح دوره هامشي فبالتالي أصبح المواطن أو الناخب كل كان اتعامل مع بدل اتعامل مع رئيس البلديه او مع عضو البرلمان ولا يستطيع ان يقدم لي شيء لا يستطيع ان يقدم حتى إنشغالي الى رئيس الولايه الى والي الولايه او رئيس الدائره او الى الوزير مباشره أنا الجا الى الوزيره او الجا الى الواليه او الجا الى رئيس الدائره فبالتالي يعني البرلمان ضعيف وخلى نعم دوره يكون في المجتمع ما يكونش بالقوه الماموله يعني صح هذا يخلي دائما ممكن كما تحدثت يخلي بروده او يخلي عزوف صحيح. خلي خلينا ندخل شويه في تفاصيل مرحبا تفاصيل حزبكم والتحالف اللي قمتوا به مع الشيخ جاب الله ومع حركه النهضه يعني كثير من مراقبين يقولوا انه قمتم بتحالف غير طبيعي يعني معروف يعني التنافس التقليدي اللي كان بين الشيخ محفوظ نحناح اللي دائما انتم ترفعوا لواء الانتماء اليه والى فكره وبين الشيخ جاب يعني العلاقه بينهما لم تكن بالقوه كانت يعني علاقه متوتره او فاتره انتم الان يعني بعد وفاه الشيخ ومشيتوا مع جاب الله بينما كان تحالف في الجهه المقابله مع ابناء حمص الحقيقيين يعني شفنا تحالف بين مقري وبين الناصره هذا كان يكون اكثر تحالف طبيعي اكثر يعني لماذا مشيت في خيار جاب الله؟ احنا احنا منهجنا هو منهج الشيخ محفوظ محناح نعم الذي كاعم يقولوا هكذا نعم. يقولوا احنا من منهج الشيخ محفوظ محناح هو الذي دعا الى الجماعه الوطنيه اول من دعا للجماعه الوطنيه في بدايه التسعينات بعد الازمه هو الشيخ محفوظ نحنا والشيخ محفوظ نحنا رحمه الله عليه في كل مساره لم يكن متوقع على ذاته ولم يكن متوقع على الانتماء الذي كان ينتمي اليه وانما كان منفتح على الجميع والدليل على ذلك انه ساهم مع اخوانه في جبهه التحرير الوطني وفي التجمع الوطني الديمقراطي سنة سنه 99 في التحالف لدعم رئيس الجمهوريه السيد عبد العزيز بوتفليقه نعم. في حين أن الرئاسي الائتلاف الرئاسي نعم. في حين ان بعض القوى الاسلاميه لم تكن منخرطه في هذا الشان وجاءه لوم كبير كيف لا تنخرط مع الاسلاميين اذا منهج الشيخ محفوظ نحن والاجتهاد الذي كان يقدمه في مدرسه الوسطيه والاعتدال كان لا يميز بين الوطني وبين الاسلامي وبين الديمقراطي كان يعتبر الجزائريين كلهم لحمة واحدة نعم. نحن توجهنا للتحالف مع أكثر من تسع أحزاب بما فيها أحزاب وطنية أحزاب وطنية مثل جبهة التحرير وتكلمنا معه على شكل من التحالف الذي يكون بعد الانتخابات وأحزاب وطنية مثل الفجر الجديد لأخي الأستاذ محمد طارق بن بعيبش على أمل أن يكون التحالف قبل الانتخابات. ولم نستثني في التيار الاسلامي اي حزب من الاحزاب. لكن الذي وجدنا ليه الاخوه في حمص ما تجاوب يعني. لا انا انا احترم قرارهم هم الذي رايناه من الاخوه في حمص قال نحن لا نحبذ بل نرفض اي تحالف وطني ومن اراد ان يتحالف معنا يتحالف محليا يعني والاحزاب تتحالف وطنيا. فنحن فهمنا الرساله ولا نريد ان نحرج اخواننا لكن نحن لم نستثني احد لا لكن التيار الاسلامي نعم ولا في غيره من وصلت مكونات التيار لكن الوقت. بالنسبه لجاب الله يعني ممكن يتعارض ايضا مع خطابكم السياسي يعني جاب الله معروف بمواقف معارضه اكثر حديه معروف انه يعني لم يدخل يوما يعني في المشاركه مشاركة الحكوميه يعني جاب الله بالنسبه لكم يعني خيار اخر وانتم اليوم واضح انه عندكم طموحات في المشاركه يعني اذا قدم لكم عرض مليح في بعد بعد تشريعيات ودرتوا نتيجه طيبه ممكن تدخلوا في تدخلوا في الحكومه، هل التحالف مع جنب الله ما تشوفوش عائق في هذا المسعى؟ اولا استاذ انيس اخي الفاضل نحن لم نخرج من الشراكه ابدا. نعم. من يوم ما خرجنا من حمص ونحن في الشراكه، الشراكه كيف نفهمها؟ شراكه في دعم مؤسسات الدوله، شراكه في دعم السياسات الناجحه. شراكة في المعارضة الإيجابية التي تقوم بالنصح وليس بالنقد من أجل الإصلاح فشراكتنا لم تنقطع أبدا ليس معنى الشراكة أن نكون موجودين في الحكومة أو إذا خرجنا من الحكومة نحن لكننا مع... نتحدث عن نتحدث نعم. عن المشاركة في الحكومة نعم. يعني... أو دعم ال... دعم خيارات السلطة في البرلمان في ال... يعني هذا أذو... نتحدث عليه نحن في نحن في خطوطنا في الاتحاد من اجل النهضه والعداله والبناء هي خطوه من اجل تحالف سياسي استراتيجي اندماجي على المدى القريب او المدى المتوسط ان امكن <applause> واذا امكن في شهر سبتمبر نفذنا ذلك نتيجه خصوصيات معينه في هذه الحركه وفي تلك الحركه الى اخره المنهج السياسي لا محاله نحن منهجنا هو منهج مشارك <applause> وقد تابعتم الشيخ جاب الله تصريحاته آخر مرة في وسيلة إعلامية قال ليس لدينا أي حرج أن نكون ضمن الحكومة الائتلافية يعني المقبلة يعني جاب الله لتغير مش أنتم اللي تغيرتوا وقد يكون هذا المنهج موجود عند الشيخ جاب الله ولكن لم تتوفر لديه الأدوات الكاملة أو الظروف لم تتهيأ لكن من جهتنا منهجنا كمنهج الشراكة المنهج الذي تركنا عليه الشيخ محفوظ محناح لم ننحاز عنه قدر أنملة في الدفاع عن الدولة ومؤسساتها في خارج الوطن وفي داخل الوطن، في ما نملك من علاقات خارج الوطن، في النصح وتقديم النصح والنقد والمعارضة الإيجابية داخل الوطن، نعم. في تبني هموم المواطن داخل الوطن، وهذا هو الفهم الذي تركنا عليه الشيخ محمود محناح رحمة الله عليه. خلي نتحدث قليلا عن يعني تفاصيل صياغه القوائم اللي وقعت في هذا التحالف واللي اثارت بعض الجدل خاصه في العاصمه لانه انت اكمعني بها على وجه الخصوص يعني يقال انه عريبي لان متصدر القائمه اللي هو محسوب ايضا على الشيخ جبل الله رفض تواجدكم في قائمه العاصمه هل هذا الكلام صحيح يعني, يعني انت رشحتك حركه البناء وعريبي يرفض يعني يرفض يكون معك في نفس انا انفي هذا الموضوع نفيا قاطعا يعني ما كاش هذا ليس لهذا لي الموضوع مم. لا من علاقه لا من قريب ولا من بعيد صحيح بعض الاخوه الافاضل في حركه البناء التمسوا آه، مني الترشح ولكن رفضت رفضا قاطعا نعم وباجماع يعني وبحضور المكتب يعني حتى اما حتى انتم رفضتوا عريبي وانتم والنهضه يعني وقع جدل كبير باش تم قبول العريبي في في العاصمه يعني كيف قصتوا عريبيه؟ لا هذا الموضوع لم يحدث اثباتاتا لا رفض مثلا حركه النهضه رفضت يعني تصدر عريبي بالنسبه اللي يعني بالنسبه للاستاذ حسن قدمته حركه العداله نعم وقدمنا احنا الاستاذ سليمان شنيد وقدموا الاخوه في النهضه مرشح ثم بعد ذلك احنا درنا معايير اما نعتمد القرعه اما نعتمد ان واحد من المتنافسين الثلاثه ينسحب وحزبه يتولى ترتيب القائمه درنا معايير اتفقنا باجماع الهيئه المديره وباجماع الرؤساء الثلاثه وبتوقيعاتهم ان هذه الطريقه مقبوله. عرضوا الانسحاب انسحبنا احنا على راس القائمه على انه رتب الثالث والرابع ودرنا ترتيب واتفقنا عليه وصدقنا عليه. سمحوا لحركه البناء الوطني ان تضع المعايير بناء على النقاشات التي تمت في الهيئه المديره وضعنا النقاشات وطبقناها على الاخ الذي عرضته وهو استاذ فاضل واكن له كل احترام والتقدير و الخير عرضته حركة النهضة وعرضت نفس المعايير على الأستاذ حسن عريبي ففاز بالتنقيط عند حركة البناء الأستاذ حسن عريبي وكان قرار التحكيم فاصل لا رجعت فيه بإمضاء الرؤساء فمشينا في ذلك ولم يعرض أنا ترشيحي لا من قريب ولا من بعيد داخل المديرة ولم يرفض بل بالعكس سمعوه بعض الإخوة في الجرائد فتفضل الشيخ عبد الله جاب قال اذا الاستاذ عبد القادر ما ترشح نسحب ترشيحنا وقلنا لهم لا انا قلت له الشيخ عبد الله انا لست معني بالترشيح ابدا لان لدينا ماده في القانون الاساسي عندنا ان القيادات داخل الحركه يمنع عليها الترشيح وعندنا حوالي 150 اخ واخت في مستوى الولايات وفي المركز الوطني ممنوع لهم الترشيح لماذا اعتمدتم هذه القاعده؟ حتى نتفرغ الى الحزب يعني للحزب وبناء الحركه ومنهجها الدعوي ومنهجها كان كان قيادات منكم ترشحت مثلا شنير قيادي معروف سليمان قيادي ولكنه لم يكن في الهيكل كان مستشار لرئيس الحركه ولم يكن يعني عضو ما عندوش مسؤوليه أعضاء تنظيميه اعضاء المكتب الوطني واعضاء المكاتب الولائيه يمنعهم وهم حوالي 150 اخ واخت يمنع عليهم الترشح وهم لجان الترشيح في الولايات نعم. ولذلك لا ما عندهمش مصلحة مباشرة إذا ليس لديهم أي مصلحة مباشرة وهم أغلبية أعضاء مجلس الشورى نعم. ولذلك لا يمكن أن صاحب الصلاحية يمارس على نفسه لأني يمكن أن توضعني صاحب الصلاحية رئيس مكتب الولاي ونفس الوقت رئيس لجنة الترشيحات نوضع نفسي وهذا يكون فيه اختلال في الحقيقه. نعم، سي غرينا مؤخرا كان الشيخ جاب الله وحتى مصطفى بن المهدي يعني في في اجابتهم على سؤال لماذا تشاركون في الانتخابات؟ قالوا من اجل اسلامه البرلمان الجزائري. هل يعني هذا معقول في الخطاب السياسي؟ لانه ما عندناش مشكل تاع اسلام انا انا استبعد حتى هذا التصريح ربما لم يفهم بشكله لو يقول يعني اخلقت الحياه الانتخابيه او اما اسلمت نحن منهجنا الذي تربينا عليه وتشربناه مع الشيخ محفوظ نحناه والشيخ أنه كلهم مسلمين معناش مشكلة ما مشكل في الشيخ مصطفى بالمهدي احد صانعيه ان لا تفريق بين الشعب الجزائري بين ما يصنف ديولوجيا باتجاه الاسلامي او الاتجاه الوطني او الاتجاه الديمقراطي او العلماني فهذا ليس ممكن هذا. المقصود أخوانة البرلمان يعني نحن اخوه وكل الجزائريين إخوة, اخوه ومصطلح ومصطلح الاخوان اخوانا إيه؟ من الاخوان المسلمين نعم يعني ومصطلح نعم الثوره نعم الجزائريه المباركه كان الإخوة نعم. ومصطلح الجماعه فهذا مصطلح دينا من, <applause> من, من من اول نوفمبر من بنايه خلينا نتحدث شو يعني علاقتكم مع جامعه الاخوان المسلمين وهذا يعني موضوع اشكالي شويه لانه تعرف انه القانون الجزائري او قانون الاحزاب يمنع الارتباط يعني او الارتهان لقرارات من جهات جهات اجنبيه او جهات خارجيه يعني كل احزاب هي احزاب جزائريه للشعب الجزائري تخدم اجنده جزائريه لكن انتم خاصه يعني حركه البناء الوطني عندكم طبعا في السابق كانت حمص لكن الان انتم اللي عندكم هذا ترفعوا هذا اللواء عندكم ارتباط تنظيمي مع جماعه الاخوان المسلمين اللي مقرها في لندن أو مقرها في القاهرة وهذا يطرح يعني إشكاليات كثيرة يعني على وضعكم القانوني على أدائكم على دوركم في الجزائر لأنه الجزائريين يحب يكون عنده حزب جزائري ما عندوش إرتباطات أجنبية مع الإخوان أو مع غيرهم. طيب. نحن حزب. نعم. يتمثل الدستور الجزائري ولا ينحاد قدر أنمل على قوانين الجمهورية ونخدم مصالحنا الوطنيه للدوله الجزائريه في كل الفضاءات الممكنه بما لا يتعارض مع قوانين الجمهوريه والدستور الجزائر نعم. والمنهج الذي تركنا عليه الشيخ محفوظ نحناح هو نفس المنهج ولم نغير منه قدرة ولم ننحاز عنه قدر انموله. نعم. فنحن, فنحن لكن فنحن تنظيم الاخوان العالمي. نعم. يتدخل في شؤون تنظيمات المحلية في الجزائر أو في غيرها، أنتم فرع أنا كمسؤول للإخوان في العالم وهذا معروف يعني أنا كمسؤول يعني هم يدخلوا يدخلوا في الأردن، يدخلوا في الجزائر، يدخلوا في مصر، يدخلوا في عدة دول أنا كمسؤول نعم. في هذا بال... وحتى الأزمة الأخيرة اللي وقعت بينكم في حمص اللي وقعت يعني أزمة 2008 الإخوان دخلوا كان عندهم صريحة من القاهرة، كانت وفوا تمشي القاهرة يعني قصة معروفة يعني. نحن في حركة البناء الوطني نعم ينطلق قرارنا السيد من قاعدتنا النضالية ومن مجلس الشورى الوطني طبقا للقانون الجزائري مية بالمية ونحرص على تطبيق القانون الجزائري بكل حذافره نعم. نحن على نفس المنهج الذي تركنا عليه الشيخ محفوظ نحن وهو لكن هنا ما جاوبتنيش مليح يعني راح يعني, يعني نحن نفرضوا مثلا غدوه تنظيم الاخوان المسلمين يعطيكم تعليمه او قرار هل تلتزموا بها مثلا تعليمه انه توحدوا مع الحزب الفلاني او عارضوا او تدخلوا وشاركوا او ما تشاركوش هل وهذه التعليمات يعني كانت حتى في وقت الشيخ محفوظ ليس ليس لاحد لي لا في وقت الشيخ محفوظ نحن نعم ولا في وقتنا ان يتدخل فينا الا ما يتماشى وقانون الجزائر والا ومع النصح من رفقائنا في الساحه الجزائريه ومن احباب الشيخ في اي موقع كانوا نعم. في دواليب السلطه وفي مواقع اخرى داخل الوطن وخارجه، نحن منهجنا كما تركنا عليه محفوظ نحن أحد. نحن جزائريون نعم. نحن ثوريون، متى تعرضت الجزائر لاي تحرشات اجنبيه فنحن نوفمبريين نتمثل منهج عميروش وبن مهيدي وغيرهم من اخوانهم من الشهداء نعم. نحن مالكي المذهب على ما تركنا عليه محفوظ نحناح وكيف نحن. كيف تفسر هذا هذا الكلام ننتمي الى يا مدرسه يا الوسطيه والاعتدال الذي ينتمي إليها الشيخ محفوظ نحن هذا الكلام كله جميل لكن كيف تفسر يعني هذه العلاقه التنظيميه اللي تربطكم مع الاخوان المسلمين كيف تفسرها يعني هذا يتناقض مع الكلام اللي تقول فيه الان يعني اذا ثابت في تقول. علاقه تنظيميه إذا مع جهه اجنبيه إذا هذا يتعارض مع الكلام اذا تحب تقول بان الشيخ رحمه الله عليه كان عضو ما نحكوش ب... على الشيخ, محكوش نعم. محكوش نعم. على الشيخ نعم نعم الان نحكو الان انا, نعم. أنا نعم. نقول لك الشيخ وحنا نعم. حنا نفس المنهج الذي تركنا عليه الشيخ محفوظ نعم. نحن متمسكين به كما هو كان الشيخ محفوظ نحن عضو مؤسس في الاحزاب العربيه ونحن كذلك كان الشيخ عضو في المؤتمر القومي العربي ونحن كذلك كان الشيخ محفوظ نحناح محن... في القوم الإسلامي ونحن كذلك كان الشيخ محفوظ نحناح منسق لأحزاب الوسطية والاعتدال ومنهج الوسطية الاعتدال يعني الإخوان المسلمين هذه منهج هو منهج ليس الإخوان المسلمين منهج الوسطية والاعتدال كل من آمن به حركة المودودي ليست إخوان المسلمين في <applause> في وليس بينهم تنظيم وانما ينشرون فكر الوسطيه والاعتداد الذي ينبذ التطرف يدعم الحكومات الـ الـ الوطنيه ينسق فيما بينهم في كل ما ينفع لكن القادر وضحت الفكره لكن خلي نزيد نعمق لك شويه مثلا التنظيم العالمي للاخوان المسلمين نشوف الان واللي يسيطر على دول مثلا عنده نفوذ كبير في قطر في تركيا في تونس في المغرب عنده تنظيمات مسلحه في ليبيا في سوريا في اليمن يعني اصبح تنظيم يعني عنده في العراق ايضا اصبح تنظيم اخطبوطي كبير جدا لديه اجندات دوليه لديه اموال هائله لديه يعني تنظيم يخيف حتى الحكومات يخف حتى الانظمه ممكن شفنا حتى في المغرب هناك تضييق على العداله والتنميه من خلال اخراج بن كيران وتعويضه بسعد الدين العثماني يعني وانتم جزء من هذا التنظيم يعني هل هذا ما يطرح لكمش يعني حارج مع السلطات الجزائريه مع الشعب الجزائري انه انتم جزء من مخطط عالمي خاصه قطر تركيا وهذا الكلام اللي نشوفوه قناه الجزيره يعني واضحه الخلطه كما يكون والله ي... كتاباتي انا واضحه نعم وخاصه بعد الربيع العربي اللي شفنا هذا المشكل كتاباتي صارية. اثناء الربيع نعم. وبدايه الربيع وبعد الربيع واضحه في موضوع الوسطيه والاعتداء ومنهجنا اللي تركنا عليه الشيخ محفوظ نحن هو منهج الوسطيه الذي ينبذ العنف والتطرف تتكلم عن بعض الاخطار من الاخوان المسلمين حاملوا السلاح نعم. في سوريا او في غيرها اليمن في في, بالنسبة في ليبيا في بالنسبة في العراق في في بالنسبة لعبد نعم. حتى في مصر كاين تنظيمات مات يعني مسلحه محسوبه على الاخوان يعني بالنسبة لمصر جماعه حسم جماعه الثوره نعم. يعني محسوبه نعم. على الاخوان نعم. بالنسبة لمصر جماعه الاخوان المسلمين يمثلها المرشد العام للاخوان المسلمين نعم. واضح في عبارته عندما قال سلميتنا اقوى من الرصاص واضح في من ينوبه الان واخرج بيانات بان السلميه هي الاساس المنهج اللي عرفناه الشيخ محفوظ نحناه منهج الوسطيه والاعتدال بان الوطن عزيز والوطن غالي واي تدخل اجنبي يمس بالمصالح العليا للوطن نحن نحارب ونكون نحن في مقدمه الصفوف لمحاربه هذا التدخل وهذا التحرش وهذا الفكر سواء كان فكر سواء كان ممارسه سواء كان شراء ذمم من حمل السلاح دون ان يشخص من حمل السلاح في اي قطر من الاخطار نحن او عبد القادر بن جرينا لا يتبنى هذا الطرح وحركه البناء الوطني ترفض هذا الطرح وبيانات حركه البناء الوطني عندما ارادت القوى الغربيه ضرب سوريا عندما جردتها من السلاح الكيميائي كانت حركه البناء الوطني الوحيده التي عملت تجمع في سكيكدا واصدرت بيان موجود الان في مواقع الانترنت برفض الضرب بيرفض ضرب سوريا وبان الحل لا يكون الا سياسيا ورفض آه ورفض عسكره الثورات لان هذا في النهايه لا ياتي الا على اهدار طاقات البلد نعم. واسقاط واضح الدول. واضح سي عبد القادر خلي حتى نختم نختم حول حزبكم في هذا الجزء الاول نتحدث عن مواقعكم يعني بعد التشريعيات انت عملت دراسه او مقال انا طلعت عليه قلت انه تحالف البناء مع جابر الله مع النهضه راح يكون القوه السياسيه الثانيه في الجزائر بعد الانتخابات يعني بعد جبهه التحرير الوطني على اي اساس بنيت هذا التحليل او هذا النتيجه؟ هو مش يعني كلامك تقريبا ولكن مش بالضبط يكون الثانية والأول الثالث أنا لم أصنف من يكون الأول أو الثاني أو الثالث لكن بنظرة بسيطة نعم من لا هذا يعني مش كلامك فقط يعني حتى قيادة من البناء تقول راح نكون نعم. القوة السياسية الثانية يمكن ولكن يعني هذا مش, كلام فقط. من آية. نعم. آه بالنسبة لي آه لو ترى إلى سنة 97 واضح بأن السلطة كانت حمسية ثانية بعد أيه. آه أيه. الافلان نعم لو, لو بعد ان نعم. الافلان كان ثالث أيه لو 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 تشوف توجه السلطه وهذا كان واضح في كتاب خلاصات الخبراء الذي كتب من طرف الدكتور الجلالي بخبزه واخوانه في بدايه التسعينات داروا نظره بضروره توسيع قاعده الحكم وفي نفس الوقت اكيد ستكون هناك توجهات خارجيه في ضروره توسيع قاعده الحكم لتتحمل الاعباء في قاعده الحكم مجموعه من الاحزاب التمثيليه، كان ذلك واضحا سنه 97، شاركت فيه جبهه التحرير الوطني وشاركت فيه التجمع الوطني الديمقراطي وشاركت فيه حركه حمس. وغابت عنه الحساسيه الامازيغيه. نعم. واضح بانه سنه 99 استطاع الرئيس بوتفليقه لما انتخب كرئيس للجمهوريه انه يضم الار سي دي و... انه ضم الار سيدي فاصبحت العائلات السياسيه الكبرى الممثله للمجتمع الجزائري وهي الحساسيه الامازيغيه الوطنيه كما اسميها انا والحساسيه الاسلاميه الوطنيه والحساسيه الديمقراطيه متواجده كلها ضمن البرلمان واضح بان قانون الانتخابي لما تقراه القانون الانتخابات الجديد فلسفته نعم باجبار الاحزاب السياسيه على توفير الأربعة بالمئة في الانتخابات السابقه السابقه او 250 توقيع على كل المقعد مقعد واضح بانه يشير الى ضروره اعاده بناء العائلات الانتخابيه، انا شخصيا يعني سمعت. انت فهمت انه السلطه او الحكومه رفضت هذه الفوضى السياسيه بوجود 50 او 60 حزب خلات تكون يعني كما نشوفوا في الدول أنا لا. ذلي الاخرى كاين ثلاثه اربع احزاب حزبين يعني, يعني تكون يكون العدد محدود ما يكونش انا سمعت الكلام هذا من الرئيس عبد العزيز بوتفليقه قبل ان يكون رئيس سنه 99 في آه. بيته آه كانت جلسه معه وقال بأن آه برنامجي انني انظم الفوضى السياسيه مثل ما موجود في امريكا الجمهوري والديمقراطي مثل بريطانيا العمال و المحافظين وفرنسا اليمين واليسار يكون كذلك عائلات سياسيه واضح بانه سنه 2000 في الحكومه التي شكلها بحمص والنهضه وجبهه التحرير والارسيدي والأفلان الافلان بانه يريد ان يبني العائلة نعم. العائلات السياسيه. في لحظه من لحظات قفزت قفز التجمع من اجل الثقافه الديمقراطيه الار من التحالف. ثم بعد ذلك جاء دور النهضه. ثم بعد الربيع العربي خرجت حمص واتخذت موقع اخر. فيبدو بان السلطه القائمه لم تحالفها الظروف لبناء مناخ سياسي لينتج العائلات السياسية أنا في قراءتي لقانون الانتخابات هذا أنه و... هذه فرصة حتى تصحح هذا الخطأ والدليل أنه من ضمن حوالي ستين حزب دخلت اللي استطاعت أن تتعدى العدبة الوطنية أكثر من نصف الـ 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 الوطن هي فقط 12 نعم فقط خل... 12 حسب. خلينا ناخذ سي عبد خلينا ناخذ استراحه قصيره ونواصل هذا الحوار اذا مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود لا تذهبوا بعيد <applause> اهلا بكم مجددا في هذا الحوار من برنامج البلاد اليوم مع الوزير الاسبق للسياحه ونائب رئيس حركه البناء الوطني سيد عبد القادر بنقرينا خلي نواصل ممكن الحديث عن هذا التحالف اللي قمتم به عن الخارطة السياسية يعني بعد الانتخابات أنت قلت أنه القانون الانتخابي قرأتك ليه أنه جاء لينظم الحياة الحزبية من خلال حصر تمثيل يعني في ثلث أربع أحزاب يعني عائلات سياسية كما نشوفوه في الدول الدول الأخرى خاصة الدول المتقدمة أنت تقول أيضا أنه بعد انتخابات الرابع من ماي راح يكون هناك انتقال او يعني اللي الحكم يعني قاعده الحكم راح تتغير يعني ما. هذا ممكن ايضا توصيف بعيد عن الواقع السيد لا هذا هو الحقيقه لان استاذ انس مقصود به هو القدر الالهي لجيل الثوره نسال الله ان يطيل في اعمارهم بان الانتخابات هذه هي الانتخابات التي تسبق الانتقال للسلطه بين جيلين جيل الثوره وجيل يعني. الاستقلال لا أنا أتحدث هو نفس التوصيف عن... انا نتحدث عن انتقال سياسي ما نتحدثش عن, انتحدث عن لا, لا, لا يعني لا يمشي فلان باش يجي لا لا, لا هل تحدث انت عن الانتقال السياسي لا, يعني لا لا يعني السلطه الان في الجزائر يعني بعد 50 سنه حنشوفوا تداول حقيقي لا على السلطه لا, لا انا لم اقل هذا وانا ف... يعني تغير في الوجوه فقط. وانا حتى لو حركه البناء الوطني نعم. تاخذ الاغلبيه سوف تسعى الى شراكه حقيقيه مع التيار الوطني والتيار الديمقراطي نعم. على المنهج الذي تركناه للشيخ محفوظ وانما اتكلم عن ان القدر الالهي لجيل الثوره سيفرض وهو نفس التصريح اللي صرحه اخي الاستاذ جمال ولد البارح نعم. قال بان نحن في اطار انتقال الى قال نزيدوا 100 سنه وحده اخرى طبعا ولا. هو يتكلم على الحزب على وليس الأفل. على الجيل نعم. هو يتكلم على الحزب ولا يتكلم على نعم. الجيل اما بالجيل هو قال نفس كلامي بالحرف وربما قرأ التحليل نتاعي لأنني نشرته في الفيسبوك وفي مواقع نعم. قال بأن انتقال السلطة سيتم في البرلمان في هذه العهدة وفي الانتخابات القادمة أكيد في الانتخابات الأخرى قلت حتى لو خذيت الأغلبية وهنا ممكن نقشك في هذه الجدلية قلت حتى لو خذيت الأغلبية راح مع تيار وطني نعم. أو تيار ديمقراطي نعم. تعملوا توليفة سياسية صحيح هنا ممكن يرد عليك اولا احنا ما ناش في نظام برلماني يعني دائما احنا في نظام رئاسي والحكم راح يكون للرئيس اللي يبقى له الخيار الاخير يعني في التعيين مش الامر لا يعود الاحزاب يعني بالحريه صحيح. كما نشوفوها مثلا في بريطانيا او في اسبانيا يعني في الدول البرلمانيه ومن جانب اخر لماذا يعني احنا كجزائريين ك يعني الساسه الجزائريين لماذا دائما يبحثوا عن يعني الاحلام الكبيره ونديروا حكومة وحده وطنيه وحكومة شراكه سياسيه بينما يعني في كل دول العالم كاين حزب اللي يربح يحكم والحزب اللي يخسر يعارض باش يقدر يحاسبه باش هكذا الامور تتقدم يعني مش كنا كنا في الحكم ودائما يعني هذا الصراع يبقى داخل الحكومه بينما المفروض يكون في خارجها يعني الحزب اللي يربح يحكم والحزب اللي يخسر يعارض حتى يمد الجزائريين فرصه انه الانتخابات الجايه يكون كاين بديل وكاين تغيير انا تكلمت عن قاعده الحكم في المقال التحليلي نعم. قائد قلت قاعده الحكم يجب ان تكون هي ضمن الجماعه الوطنيه قاعده الحكم هذه تكلمت فيها وهي عباره عن سلطه ومعارضه نعم. عندما نتكلم استاذ انيس على السلطه والمعارضه نتكلم في وضع طبيعي نعم. الاوضاع الذي يعيشها العالم العربي الان غير طبيعي غير طبيعيه التفلت الذي انهارت فيه الدوله في في في, في, في ليبيا غير طبيعي الحدود الملغمه في حول الجزائر غير طبيعية لو تلقي نظرة بسيطة بين المكونات الساحة الجزائرية في بداية التسعينات ومكونات الساحة الجزائرية الآن هناك نضج كبير نعم. في بداية, في بداية التسعينات كان هناك من الأحزاب السياسية من ينادي بالتدخل الأجنبي نعم. كان هناك من يتوسط مع الأممي... الأممية الاشتراكية نعم. لقطع الحليب والخبز على الجزائريين لكن الان ولله الحمد الخطاب ارتقى هنا تقصد كل... الأفاف... تقصد الأفاف لا أنا لا أنا لا اقصد يعني لا يعني لا يعني واضح اللي كان مع الأمم الاشتراكيه هناك اناس وهناك نعم. جمعيات وهناك مثلا سنتيجي... سنتيجيديو نعم. هناك الكثير من الاحزاب الجزائريه التي انخرطت فيها لكن ولله شاركتوا انتم في سنتيجيديو الشيخ محفوظ شارك لا. في سنتيجيديو لا شارك وظن اجتماع بين الجزائريين نعم ومن لأن... بعد نعم. انسحب لكن شارك الشيخ محفوظ لا. شارك في الاجتماع الاول وخرج لانه كان يظن نعم. بان اجتماع بين الجزائريين لان بعض الجزائر لا يستطيعون دخول الجزائر فشارك نعم. بعد ذلك كان فيها انوار هدام لما راى بان في الاجتماع ايادي اجنبيه انسحبنا ونحن دائما ضد اي ايادي اجنبيه تلعب بامن واستقرار البلاد نعم. لذلك عندما نتكلم عن المعارضه وعن السلطه في وضع مستقر الوضع العربي الان يحتاج الى ان الدول العربيه تتكاتف معها لتجنب ما يحدث في سوريا يعني تشوف انا فهمت من سي بنغرينا انه الان الاولويه الوحده الوطنيه لانه ما عندناش ممكن تقاليد ديمقراطيه ما عندناش ممارسه سياسيه طبيعيه اللي تفرض يعني الممارسات اللي نشوفوها في اوروبا في امريكا يعني حكومه معارضه بشكل طبيعي احنا في تشكيل هذه الدول مازال ممكن لحمها طري خلي هنا مادام تحدثت عن الشيخ محفوظ وعن حمص وعن يعني العلاقه مع السلطه الاسلاميين ممكن هنا سؤال اخر يطرح نفسه انتم الان اضعف بكثير يعني حمص الحركه الام تاعكم انقسمت يعني لاربع احزاب خرجتوا من المشاركه بعد عشرين ممكن انت خرجت لكن دائما انتم محسوبين على هذا التيار التيار الاسلامي خرجتوا من المشاركه بعد عشرين سنه وممكن السلطه يعني اعتبرتها طعنه في الظهر يعني بعد رياح الربيع العربي الاسلاميين مشوا مباشره في هذا في هذا الموجة هل تشوف أنه الإسلاميين خاصة بالقيادات هذه التاريخية اللي يعني كانت في الحكومة وكانت في المعارضة وعندها 20 سنة 30 سنة هي في المشهد هل تشوف أنه هذه القيادة يعني وصلت إلى حدودها التاريخية يعني خلاص مش قادرة تزيد تمد يعني المفروض تخلي الشباب تخلي التجديد تخلي معك حق بالنسبة لنا احنا في اتكلم على حزبي لا اتكلم على نعم. اخواني في حمص او في تاج او في نعم. تغيير اخواننا وحبائنا ونكن لهم كل خير و يعني متواصلين بيننا وبين نعم. بعدنا حتى انقطاع ولله الحمد لكن تكلم على حزبنا حزبنا منهج الشراكه فيه متاصل ومن يوم خرجنا من حمص من 2008 في كل لكن شاركتوا في مزافرون يعني شاركتوا في مع المعا مشيتوا يعني في يعني بعد من يعني مشيت في يعني شاركتوا بعد انسحبتوا او خرجتوا من نحن يعني مشيتوا في ضمن خطوات مع المعارضه ما كنت نحن نعم. المعارضه هي معارضه وطنيه وليست معارضه نعم. اجنبيه لا طبعا صحيح. هي كل معارضه كما وطنيه كما ان السلطه كما ان السلطه هي سلطه جزائريه وطنيه نعم. وليست سلطه مستورده نعم نحن نتعامل مع الجميع متى راينا خير في اي جهه ندعمه ونكبره ومتى راينا شر في اعتقادنا احنا هو شر قد يكون عند الاخر ليس شر نقاومه نعم. وننقده ونصلحه. تحدث لي الانقسام يعني نتلي. هل راح نعم. هل حيأثر عليكم؟ نعم انا انقسام. جايك انا جايك. نعم. نحن لم نخرج من منهج الشراكه ابدا لكن لا استطيع ان اقيم وفي عز الربيع العربي كانت بيانات حركه البناء الوطن الوطني ضد التدخل الاجنبي في الاقطار العربيه في ليبيا وفي سوريا نعم. وفي غيرها، ضد التسليح والعسكره، ضد التدخلات الاجنبيه، دعم دعم القوى الداخليه، دعم الاستقرار، دعم الحوار السياسي. اما اما ان نتكلم عن غيري فلا استطيع ان اتكلم عن غيري، نعم. قد تكون له قناعات اخرى، قد تكون له مبررات اخرى. خلي... خلينا نتحدث عن انقسام نعم. يعني انقسام الاسلاميين تشتتهم وايضا قضيه التشبيب يعني دائما نشوفوا مثلا حركه البناء الوطني رئيسها يعني في حدود 70 سنه صحيح الشيخ آه آه يعني جاب الله يعني بلغ من يعني عنده 30 سنه او 40 سنه في العمل العمل الحزبي يعني آه دائما وجوه عتيقه وقديمه وكاين الشباب يحوس على تغيير يحوس على ما تشوفش باللي حل الوقت حل الوقت للتغيير بالنسبه لحركه البناء كل قياداتنا الولائيه والوطنية هي من الثلاثينات وجيل الأربعينات. باستثناء هذا العجوز اللي راك تشوفه قدامك وثلاثة وأربعة أمثاله اللي رانا موجودين في القيامة اللي حاكمين نائب الرئيس لا ولكن وسالم شريف وسي عبد القادر صحيح ويعني و... 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 كل, كل هم في... بالخمسينات صحيح عمر عمرهم راه بال 51 52 53 نعم ونحن لا انا نقصد انه ثم... الجيل قديم يعني نقصد الجيل انا معك حق ولكن اعضاء المكتب بالاغلبيه الساحقه والأمانة العامه بالاغلبيه الساحقه كلهم شباب لكن هذا 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 مؤتمر ديمقراطي نعم. وقد لاحظ فريقكم ال 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 الاعلامي عندما جاء يغطي القاعه كان فيها حوالي 3000 داخل القاعه بالاجماع انتخبت مصطفى بالمهدي نعم. كيف انا نقول لازم تنتخب شاب عمره 25 سنه لكن لا لا ما نحكيش على ما على الانتخاب او طبعا هو كل الاحزاب تقول انه منتخب وكذا لكن نحكي عن الفلسفه السياسيه لهذ الاحزاب يعني في ضروره كان قدم مثلا الشيخ بالمهدي ما يترشحش لو ما ترشحش هو لم يترشح قال, ما حتى لو رشحه قال لا قال انا نجيب شاب قال حان الوقت لفكر جديد لممارسه جديده ما نحكيش فقط على حزبكم يعني حتى لا يعني نستهدف فقط نحكي بشكل عام لا معك. عن جيل سياسي سوفتير الاسلامي اللي انت تمثله جيل سياسي يعني خلاص يعني عنده 30 سنه خلي خلي صحيح. وهذا شارك في الانقسام ودخل الحكومه وكاين اللي دخلوا للسجون ويعني دار كلش لعب كل الادوار يعني صحيح بلان يعني كل نتكلم على نفسي انا والاخوه النواب معي نعم. داخل المؤتمر نسحبنا كلنا وامام المحضر القضائي وربما المحضر القضائي يسجلها الولد ولكن المؤتمر فرض علينا نكون كيف نعمل انا لا استطيع هو دائما يقولوا هكذا يعني وليتوا كل الانظمه العربيه هذه الحقيقه الحكام يقول الحكام يقول لك احنا نحن نحن خرجنا نحن والشعب خرج يتظاهر باش نحن جزء من المنظومه السياسيه نحن اقل عمرا من من الاستاذ جمال العباس م. نحن اقل عمرا من الاستاذ احمد ويحيى نحن اقل عمرا من من كثير من رؤساء الاحزاب نعم. الموجوده عندنا في الجزائر يعني هي ظاهره يعني انتم نحن نحن جزء من هذه الظاهره ونحن جزء من هذه الظاهره ولكن لكن ما مديتوش مثال لا مدينا مدينا أننا عدنا ان احنا عندنا ان ان القيادي لا يمكن ان ياخذ اكثر من عهدتين نعم ونحن نطبقها ان القيادي لا يمكن ان يترشح المناصب البرلمانيه وغيرها من المناصب النافذه نعم. نحن اغلب مش اغلب كل القيادات نتاعنا البلديه والولائيه والوطنيه على مستوى المكتب الوطني ومجلس الشورى هي بسن ثلاثينات واقصى سي بالنسبه الأربعينيات فكنا شباب يعني. نعم. أه نتحدث ايضا عن يعني من الظواهر الموجوده في السياحه السياسيه وحزبكم او كل الاحزاب الاخرى ممكن تتشارك في هذه الظاهره هي قضيه البرنامج آه الانتخابي. نعم. يعني لا لا نشعر يعني كمراقبين كصحفيين ب آه يعني وجود برامج انتخابيه اقتصاديه رؤيه يعني مجرد عموميات يعني يطبعوها في كتيب ويقول لك هذا برنامج الانتخابي. ما نتحدثش فقط على البناء صحيح. نتحدث على كل آه يعني نبحث عن مشهد سياسي لماذا انتم مثلا ما قدمتوش ايضا مبادرات ما قدمتوش يعني بغض النظر على هذيك العموميات اللي تقول اقتصاد بناء ومنتج يعني هذا الكلام اللي كل حساب يتكرر فيه لكن ما لقيناش اليوم مثلا شوفوا الانتخابات الرئاسيه الفرنسيه لو تبع النقاشات كان يعني بالاورو يعني بالسنتيم كما يقولوا يعني برامج محدده أولا هذه الأمية تتحملها السلطة لأنها لم تثقف شعبها حتى يستطيعوا أن يتمكنوا من أدوات الاقتصاد. نعم. رقم اثنين نحن في حزبنا عدنا المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورأسه بروفيسور في الاقتصاد ونائب بروفيسور مشهور ويعني اسمه معروف يعني في الجامعات الجزائرية ونقدم كثير من البحوث الاقتصادية وننشرها يوم الأيام رقم ثلاثة القانون الجزائري لا يسمح للاحزاب السياسيه في المنافسه في اطار البرلمان ان تقدم او لا يطلب منها ان تقدم برنامج اقتصادي. فليس مطلوب مني انا الان ان اقدم برنامج لكن اقتصادي انت تحوس على الشعب نعم تحوس على الشعب تحوسش على الشعب كيخاطب ولا تعطي له برنامج اقتصادي لأن, لان لان البرنامج الاقتصادي اللي تتبناه الحكومه هو برنامج رئيس الجمهوريه نعم وليس برنامج الـ 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 الحزب. نعم في في قناعتنا احنا كدعمنا لمؤسسات الدولة القائمة نحن لا زلنا ندعم البرنامج الاقتصادي لرئيس الجمهورية مع اختلافنا معه في بعض تفاصيله التنفيذية يعني كلكم عندنا برنامج الرئيس و... لا أنا ما عنديش برنامج الرئيس أنا عندي برنامج الاقتصادي يعني برنامج. أنا عندي برنامج الاقتصادي نعم. لكن كون الدستور الجزائري والقانون الجزائري يفرض علي أن الذي ينفذ برنامجه الاقتصادي هو برنامج رئيس الجمهورية وليس برنامج الانتخابات الفائزه في البرلمان فتنفيذا يعني هنا تشوف انه فهمت منك انه تشوف المشكل الدستوري والمشكل نعم في المؤسسات وانا لا استطيع ان اخرج من الدستور وقوانين الجمهوريه. يستطيع ان انقد البرنامج الذي تنفذه الحكومه وليس بالضروره ان يكون برنامج رئيس الجمهوريه وبرنامج الحكومه في النهايه احيانا وزير من الوزراء ينفذ برنامجه على هواه وليس برنامج الحكومه او برنامج رئيس الجمهوريه لذلك نحن اصدرنا برنامج لا نعتبره بانه هو البرنامج الذي نخوض به الانتخابات الرئاسيه لاننا نحن في حركه البناء لا نخوض انتخابات رئاسيه نحن نخوض انتخابات برلمانية. برلمانيه وبلديه ولا نترشح للانتخابات الرئاسيه وانما نرشح الاقرب الينا من القيادات الوطنيه في تسيير دواريب الحكم <applause> خلي سي بن جرينة. انا عندي بعض التصريحات نشاهدوها لقيادات يعني التيار الاسلامي حتى نسمع تعليقك ضمن الحمله الانتخابيه خلي نشاهد هذه التصريحات ونسمع تعليقك <applause> نحن نذرنا انفسنا ان نخدم بلدنا في ثوابته كما يعني تفضل الاخ احمد في المنظومه التربويه في السياده الوطنيه في الهويه الوطنيه في البعد الحضاري لهذه الامه ونذرنا انفسنا أن نحقق التنميه الدائمه والمستدامه ونحقق لشعبنا الازدهار والحياه الكريمه في شتى المجالات هذا هو هذه رسالتنا وهذا برنامجنا فان وفقنا لذلك واستمرنا فذلك ما ما نبغي واذا كان احنا ثاني ربما ضعفنا فالشعب الجزائري سيقومنا والشعب الجزائري بالمناسبة لا يعطي سك على بياض لأي كان سواء الاتحاد أو غير الاتحاد إن أهم نقطة في الإصلاح في إصلاح الأحوال إنما هي الإصلاح السياسي وأهم مسألة في الإصلاح السياسي ما تعلق بموضوع مدى توفر أركان شرعية السلطة السلطه في البلاد ومنذ الاستقلال فاقده للشرعيه لانها فاقده لركني الشرعيه جميع فقهاء الفقه الدستوري دون استثناء لا سيما من له ثقافه طبعا شرعيه واسلاميه يستمد فقهه من الكتاب والسنه وما نتج عن ذلك من اجتهادات اهل العلم بالكتاب والسنه تتحقق بتوفر ركنين اساسيين الاول هو ركن المرجعيه في التشريع وقد اشار بيان اول الفمر الى هذا الركن بالقول ضمن المبادئ الاسلاميه هذا مداس بالاقدام هذا غير معتمد عدم اعتماد المبادئ الاسلاميه بالشرح الذي قدمته في البدايه كمرجعيه للتشريع كما تبنى ذلك والشهداء والمجاهدون انما يجعل السلطه فاقده لاهم ركن في الشرعيه. والثاني هو ركن رضا الامه. لا تعلمون ان التزوير مش فقط جريمه. بل التزوير جريمه. والرضا به جريمه اكبر. ان الاتحاد من اجل النهضه والعداله والبناء يتقدم اليوم الى الجزائريين من خلال مرشحيه. ومن خلال برامجه فأما مرشح الاتحاد فهم أبناء الجزائر العميقة جئنا بهم من الجامعات الجزائرية وهم أبناء المساجد الجزائرية والأحياء الشعبية وأبناء العمل والكد والصبر والمصابرة لا يوجد بينهم اخترناهم لا يوجد بينهم عاصي والديه ناجحون في اسرتهم وتربيه ابنائهم صالحون في انفسهم مصلحون لغيرهم كما شاهدت السي عبد القادر يعني مازالكم في الخطاب المسجدي التقليدي يعني التيار الاسلامي نشعر مازالوا في الثمانينات وفي بدايه التسعينات ما تحس انه كاين تطور في الخطاب يعني تركزوا على يعني عبارات دينيه ممكن استماله استماله الجزائريين ودغدغه عواطفهم لانه كل جزائري يحب الاسلام يحب الدين فانتم تتخذوا منها يعني كرصيد تجيبوا فيه حتى ينتخب عليكم الناس لكن لم تطوروا خطاب سياسي على اسس واضحه بدون دغدغه عواطف الجزائريين واخي قد يكون كلامك صحيح لو اخذت برنامج الاتحاد ودرسته اما تصريح قد يكون تصريح على ما فيه من الايجابيه كثير من الايجابيه عندما تكلم على البناء الحضاري عندما تتكلم على المنظومة التربوية عندما تتكلم على بناء الجزائر عندما تتكلم على التنمية المستدامة لهذا مصطلح متطور يدخل فيه مصطلح البيئة وغيره عندما تتكلم عن التشريع وأسس التشريع عندما تتكلم على أخلاق عند الجزائري وهو عقوق الوالدين وطاعة الوالدين عندما تتكلم عن الجامعة وعن المسجد رغم أن الخطاب مسح شتى مناحي الحياة الجزائرية إلا أنه ليس تخصصي التخصصي لو تابعت خطابات الحملة الانتخابية وحنا عدنا في اليوم أكثر من عشرين تجمع لقيادات الاتحاد في مختلف الولايات وتوجد فيه هو تركيز فقط على جانب محدد أنا أعطيك عديد من الخطابات الأخرى وكأننا ناس إيديولوجيا بين القوسين يعني وكاننا علمانيين لا نفقه من من الدين شيء ولا من الوطنيه شيء تتكلم الا على الاقتصاد وعلى المشاكل الاجتماعيه و الى اخره لكن هذه مقتطف تاع دقائق قصيره من خطابات للرؤساء الثلاثة لها وضعها ولا مكانها ولا الولاية التي خرجت فيها لكن ليس هذا هو الخطاب بشكل عام يعني خطاب مسجدي يعني. لا لا, لا. أنتم ما, ما زالكم في إشكالية الفصل بين الدعوة والسياسة يعني حتى شاهدنا مثلا مؤخرا في تونس داروا نقاش حول هذا الخصوص حول فصل دعوي عن سياسي وحتى انتم يعني في ظل الازمه اللي كانت في حمص كان يعني اقتراحات بفصل يعني كاين جماعه دعويه اللي يكون عندها يعني خطاب مسجدي تركز على الاخلاق تركز على القيم تركز على التربيه وكاين يعني مجموعة أخرى مجموعة سياسية لتخاطب الجزائريين وفق برنامج اقتصادي اجتماعي سياسي واضح بدون يعني استغلال يعني كان يستغل الثورة وكان يستغل الإسلام وكان يستغل الديمقراطية. لا لا ممكن لا نحن لا ننطلق وإنما صحيح. صحيح بان يعني هذه قضيه فصل فصل الدعاوي عن السياسي هل, هل هل مشيتوا في الفكره هذه؟ في الحقيقه هذه احنا احنا اللي اسسنا لها يعني معاد الشيخ محفوظ نحناح في الفصل الوظيفي والدمج التنظيمي كان عندنا نفس المؤسسه التربويه والدعويه في نفس التنظيم ولكن الاداءات مختلفه وحنا جزء من المجتمع الجزائري عندما يعني. تتكلم على دباجة الدستور الجزائري تتكلم على ان الجزائر ارض الاسلام وتتكلم على ان في في مقدمه المواد نتاعو ان الاسلام دين دين الدوله وتتكلم بعدها على الاقتصاد واسس الحكم هل نقول للدستور الجزائري يجب ان تفصل الاسلام عن اسس يعني الحكم على العمل الاجتماعي تشوف الامور متشابكه ومترابطه هي, هي نحن في نفس التنظيم في نفس التنظيم نحن عاملين كما دولتنا وكما دستورنا دمج تنظيمي وحده تنظيميه ولكن فصل وظيفي التربوي يؤدي مجاله والدعوي نعم. يؤدي مجاله والاخلاقي يمد المجال والاقتصادي والاجتماعي نعم. يمد والطالب يؤدي مجاله ولكن ضمن نفس المؤسسه في في الخطاب اللي في التصريحات اللي شاهدناها الان نشاهدوا يعني خاصه من الشيخ تاب الله وهذا يعني محسوب على الاسلاميين عموما في نعم. الجزائر انه يتهموا السلطة يتهموا الحكومة بكل مبيقات التزوير الفساد يعني الكثير من الاتهامات وفي نفس الوقت يشاركوا في في اللعبه يعني وهذا ممكن حتى مع الشعب يقول لكم كاين تناقض يعني اذا انت تقول مثلا في التزوير تقول ان الانتخابات مزوره وتدخل لهذه الانتخابات وبعدين اذا ربحت تقول مليحه واذا ما ربحتش تقول مزوره يعني انت في كلا الحالتين ما عندكش مسؤوليه هل ما تشوفش انه خطاب التزوير مع المشاركه ممكن لا يؤدي دوره؟ هو لو تتبنى منهج بهذا المنهج معناه تفقد الـ تفقد الـ الامل في منهج المشاركه ما. وفقدانك الامل في منهج المشاركه معناه الانزواء معناه الانعزال معناه التطرف معناه استغلال الشباب نتاعك من طرف مجموعات ارهابيه متطرفه تعصف بمؤسسات البلاد يعني تشاركوا ولو كانت تزوير لكن تشاركوا نحن منهجنا الذي تركنا عليه الشيخ محفوظ نحن نعم. نحن راك تعاود لي بزاف الشيخ نعم. محفوظ الحلاح نحن نفس المنهج <applause> الذي يعرفنا لان نحن من بنى المنهج باغلبيه ساحقه من بنى المنهج من القياده لكن هذا المنهج الشيخ محفوظ ما ولاش قميص عثمان يعني كل كل لا قميص كل و... دائره تقولوا مش منهج الشيخ محفوظ منهج الشيخ محفوظ نحن نتعم نحن نتحمل يعني كاين مبالغه في المصطلح نحن نتحمل يعني نحن في حركه البناء نحن اخي الحبيب انيس نحن نتحمل في حركه البناء سلبيات نعم. هذا المنهج وايجابيته تطبيقياته تطبيقاته الحسنه وتطبيقاته الشرعيه القران يعني يا شيخ محفوظ عاش في مرحله عندما أقول زمنيه أتحمل. معينه نعم عندما آه اقول كل مرحله عندها اجتهادات نعم. نعم هو ليس قران ولحن نتبنى منهجه في الوطنية الصادقة في الشراكة مع أبناء وطنا في الجزائر بناها الجميع وحررها الجميع وبناها الجميع في منهجه نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسات في منهجه بأننا عفى الله عما سنف نحن على نفس المنهج نتحمل السلبيات والإيجابيات ولا نتهرب منها انا انتهى وقت سي القادر لكن نطرح لك ممكن اخر سؤال فقط اجابه تكون مختصره قدر المستطاع اليوم عندنا الانتخابات الرئاسيه الفرنسيه يعني بعد قليل راح النتيجه يعني على الساعه الثامنه تماما تكون النتيجه انتم شكون يعني كتيار اسلامي من المرشحين انا نعرف انك تتابع تتابع الساحه السياسيه الفرنسيه شكون تشوف المرشح لي يعني هو الاصلح للجزائر او الاحسن للجزائر والعلاقات مع فرنسا معقده وليست يعني علاقات كبيره يعني سياسيه اقتصاديه اجتماعيه طبعا احنا لا ندخل مكان الشعب الجزائري في الشعب الفرنسي في اختيار مرشحه لكن اي مرشح يتعامل مع الجزائر بمنطقه النديه بمنطقه المصالح المشتركه لكن انت تش شكون تشوف يعني خلي حتى نكون واضحين بدون لغه حتى نكون واضحين شكون تشوف يعني في هذا يعني هي واضح بان اليمين المتطرف واضح بانه كاين مارين لبنان ايه واضح بان اليمين المتطرف سوف لن تكون بينه وبين الجزائر بين شراكه، نعم. هذا من حيث التصريحات، لكن نعم. اكراهات الحكم اخي انيس قد تكون مختلفه عن ترامب يعني نموذج نعم. نعم ترامب كان نعم بالضبط. الفرق بين لان الفرق كبير بين, بين الحمله وبين الحمله, الحملة. وبين اكراهات وهذا نفس الشيء الكلام بقيت نقوله قبيل في وقت الشيخ جاب الله وشيء نعم. هذه عباره عن حمله لكن اكراهات الحكم والتواجد في دوالب الحكم تفرض حكم. عليك الواقع والبراغماتيه حتى لو ممكن عندما تكون على راس ولو ان مستبعد انه هي مستبعده يمكن حتى انها تطلع على الدور الثاني نعم. ولكن مستبعد ان تكون ويت... يديروا لها تحالف الجمهوري بعدها حتى لو كانت هي في القائمه ستفرض عليها اكراهات الحكم التعامل بمنطق مصلحه الجمهوريه الفرنسيه وليس بمنطق الحزب لانها ستتخلى عن افكارها الحزبيه تكون بعض البصمات في بعض الشؤون الداخليه لكن في العلاقات الخارجيه في عمومها بنسبه 70 80% سوف لن تتخلى عن المرجعيه لان في النهايه هناك كاين دولة او هناك دولة التزامات دولية بالضبط في كل دولة هناك مبادئ لهذه الدولة وهناك عقيدة راسخة لهذه الدولة التغيير في العقيدة عقيدة الدولة ليس بالأقصى هل ماكرون مثلا يكون هو الرئيس القادم؟ والله لو كان تبدأ في الرأي استطلاعات الرئيس هو هو المط... يعني المتوقع هو الآن متوقع ولكن استطلاعات الرأي بنسبة يعني نهائية كانت قاطعة لصالح كلينتون ولكن شفنا فجأة طلع طلع ترامب ولكن لم يهو وسقطت كلينتون فلذلك انا لا استطيع ان اتنبأ بشيء في هذه الرياح المتحركه كيما يسمي يسميها الشيخ محفوظ نحن رحمه الله يعني <applause> عليه انا نشكرك رحمه الله عليه نشكرك سي عبد القادر انا نشكرك <applause> هذه الفرصه و... الوزير الاسبق للسياحه ونائب رئيس حركه البناء الوطني انتم ايضا مشاهدينا الكرام اشكركم على حسن المتابعه لنا لقاء اخر في اعداد لاحقه دمتم في امان الله وفي رعايته